هلا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه الرابعه من برنامجكم بروجيكت ريفيو. في الحلقه ديال اليوم غادي نهضر لكم على كاع البروجيات اللي غادي يخرجوا في شهر سبتمبر. عطيونا واحد جيم كومونتير ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم. هذا ما كان، خليونا نبداو. غادي نبداو هاد الشهر هذا بواحد الايبي كومون اللي سميتها فوضى، اللي ما بين جوج ديال الرابرز والبروديوسر اللي هما بيراما باكون والبروديوسر وناجي الرازي. السميه ديال الايبي اللي هي فوضى جات من بعد ما تلاقاو بيناتهم هاد جوج ديال الرابرز ونات البلباله ديال بصح، وداكشي اللي تيبان حتى في الكافر. بالنسبه للايبي غادي تلاح نهار 3 في شهر 9، فيها 7 ديال التراكات اللي هما موكوجين، شينيغامي، ماليت اللي فيتشرينغ مع مينيرفا، عطله، بلان، سكيت، واخر واحد اللي هو فينيتو اللي غادي يكون فيتشرينغ مع امين بلان. هذا واحد الرابر اللي ولد مراكش، بدا شحال هذا وكان حبس واحد المده ورجع بعد التراك هذا مع الدراري في الاي بي، ولا حتى واحد التراك مؤخرا اللي سميتو الحمراء. بالنسبه للزيكستري ديجا خرج عطله، ودابا نحط لكم اللينك في الديسكريبشن، وغادي تحط اكسترا اخر نهار غادي تخرج الاي بي اللي هو التراك الثاني وسميتو شينيغامي. حياتنا رزينة ماما حزينة ديما في بالي صار الليالي غي كندور. هنا لك مين الويد، هنا لك الرونا فاد لعبي، غادي نبي وحدي في البيت وجامي بالليت وصار اللي جواني في الليت ونصابر بيت وصار اللي وحدي في البيت وشوكي وليت وباغي غني شارة خاصني غير نجيب دارا ماغي يجيني فرا تاكي تشوفني صاحبي نارا غنقي بيك سناني كي عود لاراك تتقول برا والله ورا توضرتي واسم دماغي كيني الفرا تاكي تشوفني صاحبي نارا غنقي بيك سناني كي عود لاراك. نهار 8 في شهر 9 غادي تكون عندنا الاي بي ديال سينمو اللي سميتها كيك اوف. هاد الاي بي هادي اللي فيها 7 ديال التراكات، 3 سولو 4 ديال فيتشرينغ، الاول مع ايمن هيرو في التراك ديال سكوربيون اللي ديجا تضرب ليه الكليب وكان داكشي نقي، الفيتشرينغ الثاني مع سكاع في التراك ديال بومبينا، الفيتشرينغ الثالث مع الراوي في التراك ديال مالاجي، واخر فيتشرينغ اللي مع اوزي شيطان في التراك ديال تابعيني. اي بي اللي فيها واحد الميلونج ديال ستايلز ما بين التراب السولو والار ام بي، بواحد الكتابه دارك حيت يهضر على حياته وبالضبط واحد الفتره صعيبه اللي كان فيها في الديبريشن. بالنسبه للبروديوسرز اللي خدم معاهم فكاين ريد بيتس، علوان، نيد اكس، واخر واحد اللي هو شينو. اما الميكس الماسترينغ وحتى الريكوردين فتكلف بهم الراوي. لك نفسي انا سماوي نساو شويه دلوي خلي بنادم غداوي شوف اليوم ونسى الغداوي اوي اوي سلام خويا البا اوي اوي بنادم انا نبغاك با عرب عليهم خصم طاكسي شت شت نيفو عليهم الناقصي طوسي مبانوش بزاف موسخ طوسي واش يا كلشي يا بلاش ضربها كبيرة صغيرة ما بغيش ماكس لفلاش ما تسناش ميراكل سالفر بيش بيدي نجيبو افكار كي روبيني بلدي حاضي كيفاش غيكو فيلي ما فهمونيش انت هادشي اللي كان دجيني مرا فاك بنادم فايرس داكشي علاش ضرب ماسك داكشي علاش ديما قواني صورو بجواني بينتر ماكس داكشي علاش مالا بالي البشر صومو بقا معزول الراس كنشوفو مباني مساوسم خويا راني قاري كندوي مع راسي كتر من بنادم معشر غاني قاري عما قارب جايه موجه قلب القارب لي معايا فم وماشي فارغ غتموت لابيش بان باطل
نفس النهار غادي تلاح اي بي دي فيوتشر ديال موسترو. سميه ديال الاي بي جي من واحد السطر في التراك ديال مولوتو فاش غادي يقول عشيري راجين من الفيوتشر, وهذا الشيء هذا اللي غادي يبان لكم حتى في الكافر. اي بي فيها 6 ديال التراكات, واحد التراك اللي دريل وداكشي ميلوديك, وتراك سميتو ماروكينو اللي غادي يدار ليه الكليب وغادي يتلاح قبل ما تخرج الاي بي. بالنسبه للتراكات الاخرين كاين تراك دريل بواحد الكتابه هارد كور, وتراكات تراب, وغادي يكونوا دي فيتشرينغ مع دراري ولاد مراكش. كلماني بحال شي دواء ما تسمعيش ليهم لا الدواو, حيت هضرتهم عمرها كاملة غير تناوي غير شوية ضر وضر, وانا جاي لبيبي ما غنصبركش بكنت ناوي بيرفورميت كنتو ماشي كتي دابا غادي طول باغي نشعل الضو دابور نوض دابا دير مذاكرة كنت في ظلامي دابا ليا الضو دابيت ماشي بطل دانا بمشاكل كنقول ليها بيك ما ساغيش كوطون تيجي تلقيح لكاع دوك اللي قالو ما كاين توضيح انا ماشي دونبري لعبه بونضيف ا غيزام تو طونتيت لا جينيوس غتجيبها بلا تيت كاع لي دار معانا لعب نوتيت خارط قصد لو بينوتير زعم جردك اوتيس حنا كاملين كابرين فلاتيس وباغي شي حل طروك وباغي شي حل طروك في السما بين شوف الترون ايما راسي نزال في جنبي ورده وحده شي كيسان دافيدا دايره بيا دوره فوق دوره تحت غادي مرفوت كنشوف راسي كترت تيفوت لفوت لقى لساني فتاك. نهار 14 غادي تكون عندنا الاي بي ديال بازو اللي سميتها كوتونتيج, اي بي اللي غادي تجي من بعد ما تاجلات اي بي بيك سكواد بسبب شي مشاكل في الميكساج. داكشي علاش غادي تجي هاد الاي بي هادي كتعوض الناس اللي كانوا تيتسناو. اي بي فيها 5 ديال التراكات كاملين سولو, وغادي تسمعوا بازو في واحد ستايل جديد بحيث ان كاين واحد جوج تراكات ار ام بي وغادي يجرب راسو في هاد ستايل هذا. حلفوا بي في التلفازه ما على بالي باش نصاري كيديروا غلي بقاو شكون اللي كديها في نظاري راه تبقى غابة اش من مجتمع حضاري ارمي دروقي بارانوياك حلا في موروفيا خيو جراندي مرحبا بنا الليلة في بولونيا 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 وانا لك نوه الران احنا يا رب ساف كيش نوه كيش نوه هم اخورة باردة الخوة قلنا هانيا احنا يا خوة ساعو حنا مهرقوة هادي مشكلتك ماشي مشكلتي قلنا بجوجي وفيفتي فيفتي كاسا بلونكا او حبيبتي قلبي راه بقى فين كاين مويبتي مقابل جبد البكية كلشي كيسهل كلشي كيتحال زيرو عراقيل ما كاين الحريد نادم كاموني كانوا ساكتين دابا لاموني زيرو مبادئ بغاو لاموني دابا كيغني ولينا خدا لاموني. نهار 20 غادي يكون عندنا الالبوم ديال مورو اللي سميتو مافيريك واللي هو البروجي الثامن في الديسكوغرافي ديالو. بالنسبه للتراك ليست باقي ما تحطات, ولكن ديجا خرجوا منها 4 ديال لي زيكستري اللي هما خفيتان نوار سيغ بلون بولونيا كوبي, وكاملين تضربوا لهم كليبات. غالبا غادي تلاح اكسترا اخر اللي غادي يكون هو الاخر عاد غادي تجي التراك ليست, وبحال والو غادي نديروا الريفيو لهذا الالبوم هذا. نتسناو حتى يتلاح ونشوفوا بلانو. كتشوف فيا بغاتني نقول لها ميا مور وانا عارفة عينا غير مونا ده كتشوف فيها بغتني نقول لها ميا مار طولات الحرب جنسينا كي دايرة لابي ديزي دي بوسان دلان فلا كابيسا كنقول البي اوكي كنقول البي اوكي بوحدي فلا ميزان سوش بير لا غيزان واخر النيفو اوكي سايب كون ساتيسفيت لا مونتاليتي هاك ما عافي ما كتسنى تشي بركابي باش يجي عمر الكادي فيني الكلاب تي تيزا كتسامبا تيزي سون جامي تيزي في طون ديفيسي تلقاها في ساعة دماغ معاك حاضر ماشي فيزي Destin frappe, même de rien ne sort pas de Paris. J'ai tellement de vocabulaire que dans ma tête, je rose à chauve. Je tourne ma langue dans ma bouche seulement quand je prépare ma putain de sauce. Des fois j'en fais trop, je sors les crosses seulement quand je la cause. La paix dans le rétro, faut que leur président Olivier Pope. مربي في البيبليك لا كولتور تكون ميل كي فليكس وفليكس فلواش مربوحين فابي ميل شات ذا فوك اب جايب لا كولتور من ربط كي سال عليك. نهار 23 غادي تكون عندنا اي بي ان فليونز ديال ستوفسكي. هاد الدري هذا اللي ولد الرباط بدا الراب في 2011 وكان تيرابي بفرونسي, حبس واحد المده بسبب القرايه والخدمه, وهاد العام هذا غادي يرجع بهاد الاي بي هادي اللي فيها 7 ديال التراكات. اي بي غادي يهضر فيها على اي حاجه انفلونساتو سواء في الموسيقى, انا تنهضر على الراب يو اس ولا الراب فرونسي وحتى في الحياه, حيت في الاي بي غادي تلقى
تلقاو شحال من تراك ستوري تيلينغ وكاينين دي تيم اللي تنعيشوهم كل نهار. مثلا في تراك ديال دروغادو فاش غادي يناقش المشكل ديال البلية بواحد ستوري تيلينغ ديال واحد خونا اللي خرج على حياته بسبب انه مبلي، وفي نفس التراك هضر على القصة ديال واحد اختنا اللي خرجت عليها الصحبة الخايبة. تراك سيبيرو غادي يعطي للمرأة حقها وهضر على البنات انهم حتى هما يستاهلوا التقدير، ودوز واحد الميساج زوين للبنات الصغار وبالخصوص اللي باقين في الفترة ديال المراهقة انها تقدر دير اي حاجة بالعرق ديال كتافها وماشي بعرق شي حاجة اخرى. هضر على واحد لاف ستوري في التراك ديال افران وان زعما القلب تيتقلاصا في الاخر، وفي التراك ديال كابيتان تيهضر على الشباب من خلال التجربة ديالو في الحياة. اما التراك ديال حيت باسيوني فهو تراك 100% راب وتراك مجبد فيه اكثر من 4 ديال الدقائق. اخر جوج تراكات اللي هما ديجا خارجين اللي هو التراك ديال سنيبيتس ويوتوبي غتلقاوهم في الشين ديالو، اللينك غادي نحطو لكم في الديسكريبشن. اي بي غادي تسمعوا فيها واحد التنوع من ناحيه لي ستايل حيت كاين تراب البومباب داكشي هارد كور وميلوديك، كاع التراكات سولو وخدم مع بروديوسرز بحال دادي بيت 7 انك ويست وبلاك دايموند. وهاد الاي بي هادي غادي تكون ديسپونيبل في كاع لي بلاتفورم ديجيتال نهار 23 في شهر 9. هادو كانوا هما البروجيات اللي عندي عليهم معلومات، كاين بروجيات اخرين يقدروا يتلاحوا في هاد الشهر هذا. هنا تنهضر على الاي بي ديال بيرد اللي قال انها غادي تقدر تلاح في هاد الشهر هذا اللي هو سبتمبر، ولكن باقي ما عطاش شي دات اكزاكت وباقي ما قالش حتى العنوان ديال الاي بي ولا الكافر ولا التراك ليست. كاين الاي بي ديال كوزان اللي سميتها فان جوخ وغادي يكونوا فيها 5 ديال التراكات، 4 منهم سولو وفيها فيتشرينغ واحد مع عبدو في التراك ديال مسار. اي بي خرج منها اكستري واحد اللي هو ساكادو، وبالنسبه للبروديوسرز اللي خدم معاهم في هاد الاي بي هادو كاين باشير كاين بولدير كاين هيرت بلاست كاين نادوري وانس اكس 4. اما بالنسبه للميكساج والماسترينغ فخدمهم ليه جونا. بالنسبه للدولي بران والاي بي ديال تريتمون قال انه وصلت 90% واللي غالبا غادي يكونوا فيها 7 ولا 8 ديال التراكات، واديس هو اللي خدم ليه الميكساج. كاين الالبوم ديال دراغانوف اللي قال انه وصل فيه 95% الالبوم اللي سميتو كالرز ويقدر يتلاح في الاخر ديال شهر 9 ولا في الاول ديال شهر 10، وغالبا غادي نقدروا نهضروا عليه في الحلقه الجايه. اخر بروجي هو الالبوم ديال تيب اللي باقي ما هدا الله يلوح لينا وباقي عنده شي مشاكل في الميكساج وغالبا غادي يلوح هاد الشهر هذا. هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم، قول لي في الكومنتار اش من بروجي تتسناو، ولا عجبكم الفيديو عطيوه واحد جيم وبارطاجيوه مع صحابكم. هذا ما كان تشاو اميغوس.